مستحيش حاله هذا بعد عايش على هال أذان الظهور من مدينة نابلس ومن الجبل الشمالي فوق المحافظة الجديدة التي دمرتها إسرائيل. سعيد السعيد جرس من دار شريف الششتري فنقول لكم هذه المناظر. طيب صلنا محمد نعيد عليه تردش ما عندوش تليفون رقم خاص عنده ولا بيعطيه إلا بخلو وليو بروح بعد الشغل بيجي زينا. احنا كل ست شهور تجينا مكان احنا مساعدين تحت الموسى ولا ايوه عمال يزينا يعني بيستعد الشغل يسكركم في ناس كثير قدامكم بعمليان ناس كثير قدامكم. طيب بس بتلاقي على طول خذ تاكسي على المطار على طول. قصر منيب يا ابو من الاردن تاخذ تاكسي مش بتاخذ تاكسي على كله على المطار يعني مش تكون افضل على الطريق بتوفر على محل بيدانه ولا تركيا تاخذ اكل وبتاخذ الاكلات معكم على المطار. ابن الخطيب يلا ابو شادي الخطيب ابو شادي محاسب قانوني ابو شادي محاسب نفذوا خطيب جسر اليهود عدنان الخطيب تبع جامعه النجاح ابنه عنده مكتب محاسب يا زلمه كان تعبون كان بالزمانات ايامك كان فاتح كمان عماره الشلعوط كان فيها مكتب مشروع ابانه عرفته قدام مشروع ابنه ماخذ بنتي